الله يهداك. ياك اسي. الله فينا. وما يصير. مشاهدي قناة شون تي في مرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء ومع التسكيت الصباحي كما عودناكم مشاهدي قناة شون تي في. كل صباح كنطلع عليكم وندير لكم سكيت ان شاء الله نضحكوكم. بارك الله عليكم كل غاديين مع هذا البرد. الناس تمنى تكونوا صحتوا بخير وعلى خير وتبارك الله عليكم وفرجة مبتعة بدينا. ونقول لكم واحد القضية قبل ما نبدا في الموضوع ديالنا. خوت ولا هذه رسالة للبنات، رسالة للبنات، راه الخيانة كاينة كاينة. أخودي واحد لاباس عليه، راه الخيانة كاينة كاينة. اللهم تاخدي واحد لاباس عليه وإلا خانك يخونك وانتي في برج إيفال ولا في برج خليفة ولا كدوجي سهر العسل في تركيا، ولا يخونك وانتي في دار باك وغادا ما عندوش مسكين وانتي في دار باك وغادا غادا في الكار وكتبكي وكيقول لك كريسول سكتينا يا لا لا راه. تبارك الله عليكم. ندوزو الموضوع ديالنا. تحية صحاب الطاكسيات وغي ضاحكين صحاب الطاكسيات. عرفتي هنا في كازا تبارك الله وتحية المغرب كامل تقدر تلقى طاكسي وما تلقاش وما تلقاش خدمة. ولا بغيتي يوقف لك طاكسي حمر ولا خضر خاصك تكون لابس جلابة إيفازي ولا ديال الكرونة والله لا وقف. عرفتي المواضيع اللي كيتناقصوا صحاب الطاكسيات والله ما كيتناقصوا في مجلس البرلمان. عرفتي ما كتحل الطاكسي كيحل معاك جميع المواضيع، كيدخل لك الصحة الزواج السياسة الانتخابات شوية كيولدوا لك على مرتو واش هذا طاكسي ولا واش شريف تا وصلني ما تقولش لي لا الكورة ولا كيدير لك الركراكي المنتخب تا وصلني فين بغيت. ديك نهار شي ديك نهار كنت واقف انا واحد الدرية دابا تبارك الله عند مويا الطاكسيات شوفوا عرفتي مويا الطاكسيات مين كتشيل لهم شي درية دغيا كيوقفوا ولا كي تمشي معاهم فين ما بغات. انا ديك النهار سيرت الطاكسي عاود شير ليا وداز شيرت لي عاود شير ليا ومشى. حنا داش دي طاكسي قلت لي الله يرحمك والدين ديني المعارف قال لي غادي نقربك وكمل على رجلك. عرفتي داني العين السبع راه ما قربتينيش بعدتيني. وتبارك الله عليكم مزايين في هذا اللايف الصباحي. تبارك الله عليكم في هذا اللايف الصباحي وتبارك الله عليكم نضحكوا ونفصوا معكم وجميع التحيه لكاع الموالين الطاكسيات تحيه لكم كاملين. وإلا تبارك الله عليكم تحياتي لكم كاملين ونحبكم في الله. وبحال طاكسي حمار بحال ابيض بحال خضر بحال صفر الله يرزقها الصحه والسلامه. حتى انا ما كرهش تكون عندي شي طوموبيله زوينه كوبوطابل وتكون مريحه حدايا جورجينا مرت رونالدو وداكشي ما يوقعش يقدر يوقع الى ساك بينا رونالدو وجورجينا تخلي جزيره كبيره وتخلي رونالدو جا ديالنا بدار بغلف. انا الى جات عندي وكلت الماكله ديالي راه الجزيره غادي تصور معنا وبس بس احسن من هذا رونالدو يعني. ها الا كان هو كيماركي الكفرات انا راه كنتصاحب معاهم. الا كان هو عنده قلب قلبك على الوالد الا كان هو عنده جزيره كبيره انا قلبي كبر من الجزيره ديالو. الى هنا ينتهي سكيتشونا. تبارك الله عليكم نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا السكيتش الصباحي. مرحبا بكم في ضيفات هذا اليوم وتبارك الله عليكم. واللي عنده شي غلط الله يقضيه ليه اللي خدام الله يسهل عليه لبسوا مزيان وتبارك الله عليكم والى اللقاء.